في كورس الفيروسات كورس مهم جدا. ما معنى فيروس؟ الفيروس هو من كلمة لاتينية معناها سم. ليش؟ لأنه أساسا كائن غير حي، بل يسموه عامل أو يسموه إيجنت، يسموه عامل ممرض. هذا الفيروس لا يمكنه التكاثر إلا داخل الخلايا، لا يمكنه التكاثر خارج الجسم، وبالتالي الفيروس لا معنى له ولا قيمة له يعني خارج الخلية أو خارج جسم الإنسان. النقطة الثانية، الفيروسات هي صغيرة جدا، لا ترى بالمجهر الضوئي أو بالمايكروسكوب، لا نراها بالمايكروسكوب. الفيروسات بالتأكيد لا تنقسم ولكنها تتضاعف وتتزايد. الفيروسات لا تستجيب للمضادات الحيوية لسبب بسيط جدا، لأن الأماكن التي تعمل عليها المضادات الحيوية غير موجودة. في الفيروسات لا يوجد سلول، المضادات الحيوية تشتغل على السلول. في الفيروسات لا توجد رايبوسوم، المضادات الحيوية تشتغل على الرايبوسوم. في الفيروسات لا يوجد سيل ممبرين، والمضادات الحيوية جزء منها يشتغل على سيل ممبرين. ودراسة الفيروسات في تصوري موضوع في منتهى الأهمية، لأن الأمراض الفتاكة التي نعيشها اليوم جزء كبير منها سببها الفيروسات، وآخرها حقيقة مرض كوفيد-19 سببه فيروس. كمان الفيروس عوز المناعة اللي هو فيروس HIV اللي بيؤدي إلى مرض الإيدز سببه فيروس. سوف ندرس الفيروسات التي تصيب الكبد، والفيروسات التي تسبب الإنفلونزا، والفيروسات التي تسبب نزلات البرد. كذلك سندرس فيروس اللي يسبب شلل الأطفال، وكذلك الفيروس اللي يسبب الحمى الضنك، وكثير من الفيروسات سندرسها إن شاء الله في هذا الكورس. كمان من الفيروسات المهمة اللي حندرسها بالتأكيد هو الفيروس الذي يؤدي إلى نقص المناعة، اللي هو حيؤدي إلى مرض الإيدز. كل هذه الفيروسات وغيرها سوف ندرسها في هذا الكورس، ومن خلال النقاط التالية حنعرف تعريف الفيروس، حنشوف ما هو تركيب الفيروس، ثم طرق انتقال الفيروس، كيف تحدث أو يحدث المرض، ثم كيف يتم تشخيص المرض وكيف يتم علاجه. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة في هذا الكورس المهم جدا، وشكرا لكم.